يا الله اقضي حاجتي وحاجة كل محتاج، توكلنا على الله. 12 ساعة يمضيها عبد السلام الجوفي في العمل على متن سيارة الأجرة التي كانت تعمل بنظام البنزين، اضطر إلى تحويلها إلى الغاز سعيا للتوفير. يشكو عبد السلام أنه أصبح عاجزا عن شراء احتياجات أسرته من المواد الغذائية بعد ارتفاع الأسعار. اضطرينا لتغيير الغاز، الحمد لله الفارق بنحصل منه زايد ناقص بنتي للجهاز، رغم الخطورة، يعني رغم خطورة الغاز علي وعلى السيارة وعلى الراكب، لكن قد مجازفة واحد يطلب الله لا ما يجيش عادل. بحسب خبراء في الاقتصاد، فإن قرار رفع الدعم على المشتقات النفطية يعتبر ثاني أكبر زيادة في السعر ترفع الدعم عن الوقود. وأكد اقتصاديون بأن نفاذ الجرعة الجديدة سيؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع في اليمن، فيما ستعجز السلطة عن ضبط السوق أو الرقابة عليه. الحكومة لم تقوم بوضع برنامج حماية للمواطنين في الوقت الذي رفعت فيه أسعار المشتقات النفطية، وبالتالي انعكست الأسعار على أسعار السلع، على أسعار النقل، على أسعار مدخلات الإنتاج، وبالتالي أضيفت هذه الزيادة على أسعار السلع، ويعاني في الوقت الذي يعاني فيه المواطن اليمني من ظروف اقتصادية قاسية. معظم ملاك المحال التجارية والبساطات والباعة المتجولين يشكون ضعف الحركة الشرائية وتكدس المنتجات خاصة التكميلية بنسب متفاوتة. ففي الوقت الذي يرى البعض أن الأزمة الأخيرة هي السبب، يرى آخرون أن الفساد واستنزاف أموال الشعب وارتفاع المشتقات النفطية هو من أوصل البلد إلى هذا الوضع الاقتصادي الهزيل. فاتورة الأزمات السياسية والأمنية يدفعها المواطن اليمني من قوت تعمل انعكاساتها السلبية على زيادة شريحة الفقراء وانعدام الطبقة الوسطى بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل الوضع في اليمن بحاجة ملحة لمعالجات اقتصادية وإنسانية. وإلى العاصي سكاي نيوز عربية، صنعاء.